في مسائل الحسابات كانت عندي معلقه بهذا موضوع اللائحه، حيت انا راه قلتها البارح غنقولها لكم اليوم. مخطط انني نوضع الترشيح ديالي للرئاسه، اولا ما كانش عندي، ولكن هو غير كان مخطط كنت كنقول اليوم الطالع الجاي كل حسبان نقدم الترشيح ديالو هو الاول، وكون على اكيد انا والله ما نمرشح، لكن حبيب الله كل حسبان نقدم الترشيح ديالو خليو الحسبان عاوتاني يدير لكم ديك الصحافي 27 تعاود لكم هذه القصه عاوتاني هادشي يقول لكم فيلم خليل راه الدوله وكذا خاص التدخل كذا، حنا الفيلم مفرجين فيه، ولكن انا يعني بطلب من الاخوان وكذا وهادشي اللي كنا كنشوفو كنعيشو بزاف الامورات يعني الان عاد انا اللي نترشح، بما انا اللي نترشح حسبان تا هو يعني عطى قال النيه ديالو وترشح، هادشي كي دار في عالم السياسه وكي دار في الانتخابات كتب شي واحد مرشح كيفاش تفهم معاه ولو يعني عطى اعتراض، انا اللي مشيت عندو وانا اللي تكلمت معاه وانا اللي طلبت منو باش زعما ينسحب من الرئاسة ويخليني زعما زعما الجو ديال الجامعة يمر بهدوء وبسلاسة، هذا مسألة عادية يعني كاين جميع الديمقراطيات، هو رفض الاقتراح وهو قدم لائحة قدم لائحة، دونك هنا كيبقى الرأي زعما المنخرط يعني هو اللي غادي يقولوا هو اللي غادي يمشي مع المدينة مع المدينة